السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله رح نكمل في موضوعنا في مادة في شابتر الهيليمنتس. طبعا احنا وصلنا لتاني نوع وهو نوع السيستويدز. تمام، هلأ آخر نوع رح ناخده من السيستويد اللي هي الهيليمنتس نانا، سوري الهايمينوليبسس نانا. هلا الهايمينوليبسس نانا كتير بنسمع عنه، بنسمع دائما باسم نانا نانا في كتير في المختبرات. تمام، يعني هي كتير شائعة. ممكن نسميها اسم تاني اللي هي دورف تاب وورم. طبعا دائما حكينا انه الاسامي السيستويد كلهم الاربعة لهم اسامي تانية ضروري نعرفها. تمام، طيب الان نيجي على اللايف سايكل لإلها. كالعادة دائما بنبلش في الهيومن. طبعا الهيومن كان بيحتوي على الادلت، هين نجي نحكي عندنا الانسان. الانسان كان بيحتوي على الادلت. تمام، اذا الانسان بيحتوي على الادلت. طيب الان قام الانسان قضى حاجته بطريقة مش مزبوطة. تمام، فنزل مع الفيسز الاجز. بس الاجز ايش بتنزل؟ بتنزل امبريونيتد. تمام، امبريون. الفرق بين هاي حكيناها اتوقع بس نعيدها، الفرق بين الان امبريونيتد والامبريونيتد، الفرق بيناتهم انه الامبريونيتد لو الانسان يتعرض لها بينصاب بهاي الدودة، لكن الان امبريونيتد لو انا اكلتها لا انا لا اصاب فيها. ليش؟ لانها بالنهايه بتكون اللهم صل على محمد مش ناضجه عشان تعمل لي الانفكتيف ستيج. تمام، طيب الامبريونيتد لكن لما تنزل امبريونيتد لا بتعمل لي ايش؟ انفكتيف ستيج. طيب الامبريونيتد هلا ايش بصير في عنا؟ بصير في عنا انه ممكن ياكلها اللي هي بنسميها الانسكت. معنى الانسكت معناتها الحشرات، انجستد ايج، او بنسميها الاريثروبويتس. اذا الامبريونيتد ممكن ياكلها ايش؟ ياكلها الانسكت. الانسكت اللي هي مقصود فيها الحشرات. طيب هلا الان الحشرات هاي اكلت اللي احنا بنسميها الاريثروبويتس. الاريثروبويتس، تمام؟ طيب اكلتها، هلا تتحول داخلها الى ايش؟ تتحول داخلها الى ايش بنسميها؟ السيستوسيركويد. اذا ايش تتحول الى داخلها؟ الى سيستي. هذا اللارفا هاي مش جديد علينا، سيستوسيركويد. اوكي، سيركويد. طيب السيستوسيركويد هاي ممكن تنتقل لنا، طبعا هي تحولت داخل الحشرات او الاريثروبويتس الى سيستوسيركويد. انا الانفكتيف ستيج اللي هي السيستوسيركويد، انا انتقلت لي السيستوسيركويد سواء بالكونتامينيتد فود، سواء ب مثلا يعني انتقلت لي في اي وسيله من الوسائل هاي. تمام، بس هي بالعاده دائما بتنتقل بالكون الكونتامينيتد فود. اوكي، انتقلت لي ايش؟ السيستوسيركويد، وايش؟ واصبت في الهايمينوليبسس نانا. طب في طريقه ثانيه للاصابه؟ في طريقه ثانيه للاصابه. مش احنا قلنا ان هي بتنزل من الانسان امبريونيتد اكس؟ طيب ممكن انه الانسان يعدي حاله ان الهيومن كان the also ingested egg، بيحكوا لك directly from ايش؟ from contaminated food. يعني الانسان مثلا قضى حاجته، تمام، ونزل مع الفيسز اللي هي الامبريونيتد اكس، ممكن انا تنتقلي directly، تمام، من خلال contaminated food. يعني انا مش شرط ياكلها الانسكت او الاريثروبويتس، انا قضيتها في مكان في مزروعات او مكان يعني لري المزروعات، قضيتها في الحاجه. طبعا انا اكلت هذا الكونتامينيتد فود، كونتامينيتد، تمام، فود كونتامينيتد، تمام، اكلتها وانتقلت لي. تمام، بس هي الاكثر شيوعا هي انتقالها بهاي الطريقه، اكثر من هاي الطريقه. تمام، هاي المقصود في اللايف سايكل هاي. تمام، طيب ايش بهمنا من اللايف سايكل؟ عادي بهمنا شو الديفينيتيف هوست للهيومن، في اي مرحله وصل الادلت؟ في الهيومن. الانترميديت هوست اللي هي الانسكت او الاريثروبويتس، وممكن كمان يكون الهيومن انترميديت هوست من خلال انتقاله بهاي الطريقه. بهاي الطريقه بنسمي انه الهيومن انترميديت هوست كمان ممكن يكون.
طيب الانفكتيف ستيج الها اللي هي السيست سيركويد، الدياجنوستيك ستيج اللي هي الامبريونيتد اكس. الدياجنوستيك والسيمتومز تقريبا مشابه لل اللاتم، تمام، اللي هي الدايفيلو بوتريام لاتم، هيك اتوقع اسمها كان. بيهمني كمان تعرفوا شكل الاكس في النانا، تمام، الهيمينو ليبسس نانا. هلا هيك شكل الاكس بيكون لها، بتكون عندنا دويره هيك في الوسط ودويره كبيره، هذا بسموه طبعا الجوا اللي هو بيكون الثيك، تمام، الثيك لايرز، وهي بتكون الثين لاير، تمام، اللي هون انا كاتبها الثين هاي لاين وهي الثيك هاي لاين. بغض النظر بس بيكون الثيك هو اللي بيكون من الداخل والثين بيكون من الخارج، يعني هاي الدوده عكس كل الديدان. طيب هيك شكل الاكس بشوفها تحت الميكروسكوب. طيب هلا الان لو انه في عندنا هون كلمه كاتبين لنا اياها اللي هي الهايمينوليبسس اللي هي الداي ماينوريتيا، هيك بتنقرا، او اذا هون الهايمينوليبسس دايمونوتا، هيك انا شاكه في نطق الاسم، ممكن يكون مش مزبوط، بس انه بهمنا نعرف عن هاي. ايش بهمنا نعرف عنها؟ بهمنا نعرف انه هي بتشبه شو اسمها الهايمينوليبسس نانا، لكن هي اكبر بشوي، تمام، الاكس تبعتها اكبر من النانا، تمام. طيب بهمنا نعرف انه الانسكت هي انترميديت هوست، لكن الديفينيتيف هوست هو مش الانسان. هون عندنا الراتس اللي هي الفئران، هي اللي بتكون الديفينيتيف هوست، فعشان هيك هي مش مهمه كثير للانسان، لانه الانسان ممكن يكون انترميديت هوست فيها، احتمال يعني، تمام، انه يكون انترميديت هوست، لكن مش كثير مهمه لانها ما بتصيب الانسان زي النانا، اوكي. بس هاي يعني هاي مش شائعه كثير بالانسان، هي شائعه بين الحيوانات فقط لا غير، فعشان هيك مش مهم كثير انه نعرفها، بس بدنا نتعرف على اسمها. باذن الله في الفيديوهات القادمه رح نحكي عن النيماتويدز، تمام، اللي هي راوند روم، وهيك بنكون راوند وورمز، وهيك بنكون نهينا ماده الباراسايتولوجي باهم افكارها اللي بتهمنا للشامل، وان شاء الله ربنا بيفتحها عليكم وبيسر امركم في امان الله.